إعادة إدماج الأطفال وأسرهم. ما هي الإجراءات الرئيسية لإعادة الإدماج المستدام للأطفال؟ غالباً ما تشمل عمليات إعادة إدماج الأطفال سواء كانوا مصحوبين أو غير مصحوبين بذويهم، كونهم أكثر عرضة للخطر من البالغين، فإن لديهم احتياجات أعلى ويتطلبون اعتبارات مخصصة سواء على المدى القريب والبعيد. بناءً على أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، يجب أن يهدف موظفو إعادة الإدماج إلى حماية مصلحة الطفل الفضلى وتوفير بيئة ملائمة لإعادة الإدماج المستدام مع مراعاة العوامل التالية: حقوق الأطفال، سلامتهم وحمايتهم، قدرتهم على التنمية والتطور، رفاههم النفسي والاجتماعي، رغباتهم الخاصة ومشاركتهم في عملية صنع القرار. تنطوي إعادة إدماج الأطفال على إعداد ومتابعة مكثفة، فمن الضروري ضمان مشاركة الأطفال في كل خطوة، حيث أن الأطفال قادرون على التطور بسرعة، وهناك العديد من الأشياء التي يمكنك القيام بها لمساعدتهم على بناء المرونة، فيما يلي بعض الإجراءات الأساسية التي يجب مراعاتها: 1- اتباع نهج قائم على الحقوق وعدم الإضرار. في أساس كل جهد لتعزيز إعادة اندماج الطفل بشكل آمن ومستدام، يوجد نهج قائم بشكل أساسي على الحقوق. يمكن القيام بذلك عن طريق إجراء تقييمات للمخاطر لتحديد المخاطر وتخفيفها قبل اتخاذ قرار في مصلحة الطفل. يلعب مختصي حماية الطفل دوراً رئيسياً في تقديم مساعدة فعالة لإعادة إدماج الطفل، ولهذا السبب يجب تدريب ممارسي إعادة الإدماج بانتظام على مسائل حماية الطفل. 2- التواصل بشكل مختلف مع الأطفال. في حين أن البالغين غالباً ما يكونون قادرين على الفهم بسرعة والتعبير عن أنفسهم واحتياجاتهم بوضوح، يحتاج الأطفال إلى مزيد من الوقت والدعم للقيام بذلك. يمكن أن يشمل التواصل مع الأطفال على سبيل المثال مطالبتهم بأن يرسموا أو أن ينخرطوا في لعبة بدلاً من الإجابة على الأسئلة شفهياً، الحفاظ على تفاعلات قصيرة وممتعة، تجنب استخدام الكلمات الصعبة حسب أعمارهم. 3- تعزيز بيئة آمنة ومأمونة. خلال عملية إعادة الإدماج، ابحث عن طرق لحماية أمن الأطفال وسلامتهم فيما يتعلق برفاههم الجسدي والعاطفي والاجتماعي. اسأل نفسك على سبيل المثال: ما مدى أمان بيئة العودة عندما يتعلق الأمر بالعنف أو الإتجار بالأطفال؟ ما هو حال الأسرة؟ هل هناك عوامل محتملة يمكن أن تثير وصمة العار أو التمييز؟ ما هي آليات المراقبة المعمول بها لضمان استمرار حماية الطفل؟ 4- إعطاء الأولوية للأسرة والجهود التي تركز على الطفل. في حالة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم على وجه الخصوص، من الأهمية بمكان استكشاف خيارات إعادة الإدماج داخل الأسرة الأصلية للطفل. بشكل عام، يجب أن يكون الأطفال وأسرهم في قلب جميع جهود دعم إعادة الإدماج، ويجب مراعاة رأي الطفل وإشراكه طوال الوقت. 5- ضع في اعتبارك هوية الطفل ومرحلة نموه. تحديد الخصائص الفردية للطفل والتعرف عليها مثل العمر والجنس والخلفية اللغوية والتنشئة الثقافية. يجب أن تهدف إلى تخصيص المساعدة وفقاً لمرحلة نمو الطفل. ستكون مساعدة الطفل البالغ من العمر 6 سنوات مختلفة تماماً عن مساعدة الطفل البالغ من العمر 16 عاماً. 6- تضمين إعادة الإدماج في أنظمة حماية الطفل الأوسع. يجب تضمين الدعم الآمن والفعال لإعادة إدماج الأطفال في أنظمة الحماية الوطنية الأوسع. من الضروري أن تعمل جميع الجهات الفاعلة المشاركة في حماية الطفل معاً، من الجهات الحكومية إلى مجموعات المجتمع والزعماء الدينيين والمعلمين والأطفال والأسر، وأن تشارك جميعاً في التنسيق وتتبع آليات جمع الملاحظات، كما أنه من الضروري المشاركة بنشاط مع القطاعات الأساسية الأخرى مثل الصحة والتعليم والعدالة والحماية الاجتماعية. الاستنتاج: يتطلب العمل مع الأطفال اعتبارات واهتماماً خاصاً جداً،
لا تتوافق تجربة إعادة دمج الطفل بالضرورة مع تجربة شخص بالغ، ولا حتى تجربة الأطفال الآخرين داخل الأسرة الواحدة. إن إدراك ذلك وأخذه بعين الاعتبار في تخطيط إعادة الإدماج يسمح بتعزيز مرونة الأطفال وتسهيل إعادة إدماجهم وعائلاتهم. لمعرفة المزيد راجع كتيب المنظمة الدولية للهجرة لإعادة الإدماج.